بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة بنستكمل مع حضراتكم سلسلة شروحاتنا المميزة والمتميزة في كيفية الربح من الإنترنت. سبق إن إحنا شرحنا من خلال قناتنا الربح من ياجوف، وقدمنا أدلة ومستندات وتحويلات أثبتنا في صحة الربح من ياجوف. ثم بعد ذلك اتكلمنا على عملية الحصول على ماستر كارت، وورينا لحضراتكم كخطوات الحصول على الفيزا كارت أو الماستر كارت من خلال البايونير. النهاردة بنستكمل سلسلة شروحاتنا وهي كيفية الربح من خلال رفع الملفات على موقع أب ميديا وان فاير، ودي حقيقة مؤكدة وهنوريها لحضراتكم بالتفصيل الاستفادة منها بدل ما نرفع على العديد من المواقع اللي هي بتستفاد من خلال رفع درجة تصنيفها والدعاية والإعلان. لا، احنا عايزين برضو نستفيد ماديا من رفع الملفات، يبقى في استفادة للطرف اللي بيقوم بتنزيل هذا الملف، وانا كذلك اقوم بالاستفادة ماديا. ده هيبان من خلال محاضرة اليوم على قناتنا وقناتكم من خلال موقع اب ميديا وان فاير. في الحقيقة ده موقعي اهوت بعد ما قمت بالاشتراك في هذا الموقع ورفع العديد من الملفات. لو هضغط على ماي فايلز هنوري لحضراتكم الملفات اللي انا قمت برفعها ونشرها والارباح اللي اتحققت. بيسمح لك انك ترفع 250 جيجا بايت، انا قمت برفع 22 ملف بمساحه 389. هذه هي الملفات او البرامج او الصور، ودي المساحات الخاصه بيها، ودي عمليات التحميل التي تمت، وده تاريخ النشر الخاص بها زي ما حضراتكم شايفين، وادي عدد الصفحات 22 تحميل. لو جينا للماي اكاونت اللي هو حسابي، شوفوا كده مع حضراتكم، ده الحساب الخاص بيا اللي ظهر قدام حضراتكم، ادي الاسم طارق النجار، وادي المبلغ في الوقت الراهن. هنشوف الفلوس اللي انا قمت بسحبها اللي هو الاكاونت بالانس موجود، وادي المساحه اللي انا حملتها من المساحه المخصصه، وادي بقيه البيانات وعمليه التحميل. عمليه الحصول على الاموال او الربح الاموال هيكون من خلال الفون كريدت او من خلال البيبال اللي هي البنوك الالكترونيه بيبال او الفيزا او من خلال فودافون كاش. كل اللي عليك انك هتختار طريقه التحويل، طريقه التحويل من هنا هتختار فودافون كاش او اي طريقه من الطرق المتاحه، اربع طرق موجودين هما، ثم تكتب رقم التليفون في البيمنت. الكلام ده امتى؟ تعالوا نضغط على البي ريكويست ونطلع على الفلوس اللي تم تحويلها فعليا. نشوف كده ده الرصيد الحالي، لكن في شرط على اساس انك تقوم بعمليه التحويل. ايه هو الشرط ده؟ هو انك يجب ان يكون عندك حد ادنى دولار عشان تقوم بعمليه التحويل. سبق ان انا حملت يوم 1/2/2016 حوالي 3 دولار و40 سنت، بالفعل استلمتها عن طريق ان تم التحويل مبلغ على فودافون كاش، وسبق ان انا حولت 1.8، وادي سبق ان انا حولت على البي بال ده خاص بيا اللي هي ال1 دولار. طيب عايز تتعرض او تعرف تفاصيل اكتر، هقول لك عشان تعرف تفاصيل اكتر نضغط على اللي هي الماني او الميك ماني، كيف يتم صناعه الاموال. في الحقيقه بيتم صناعتها من خلال رفع الملفات. بيتم حصولك على 3 دولار لكل 1000 عمليه تحميل، وبيتم استلام هذه الاموال من يوم 1 الى يوم 20 في الشهر. بعد ما تدي امر السحب او التحويل على البنوك الالكترونيه او على الفودافون كاش، خلال 72 ساعة يصل الرصيد الى حسابك، بس بحد ادنى 1 دولار. ده الكلام اللي بيقوله اهوت، ان بيتم دفع 3 دولار لكل 1000 تحميل، بتعتمد على الدولة اللي بيتم من خلالها هذا التحميل، والحد الادنى 1 دولار. وتم تصنيف الدول الى 3 تصنيفات، اي وبي وسي ودي. ايه هذه الدول؟ كندا، امريكا، اسبانيا، سويسرلندا، قطر، جنوب افريقيا. ديت اي دولة بتحمل انت بتاخد على 1000 تحميلة 3 دولار، بينما في دول اخرى استراليا والكويت وتركيا دي بتاخد على 1000 تحميلة
2 دولار، بينما دول اخرى بتاخد 1.5 دولار، اللي هي السي استونيا وسلوفاكيا ونيجيريا وايجيبت والعراق وعمان، بينما هناك باقي الدول تاخد على الالف تحميل 1000 دولار. وهنا بيشرح لك القواعد اللي بيتم من خلال التحميل، وهنا هو بيقول لك ازاي تحصل على الربح، وبيوضح لك حاليا بامكانك انك تحول رصيدك على شبكات فودافون ومنير واتصالات. طيب بعد ما تعرفنا على الكلام ده وشفناه بعينينا وشفنا التحويلات، هتسألني سؤال جميل جدا، ازاي بقى اقوم بعملية التحميل؟ هقول لك تضغط على ابلود، ومن ابلود هتقوم بتجهيز الملف عن طريق الضغط على اختيار الملف، تختار الملف اهو، نضغط على براوز، ومن براوز هتقوم بتحميل الملف، وليكن مثلا هحمل حاجة بسيطة كده بالكيلوات، نظرية مثلا التنظيم او اي شيء من هذا القبيل، واقول له اوبن وهنتظر. بعد ذلك هضغط على ابلود ناو، قوم بالتحميل الان، المساحة صغيرة جدا، هينتهي من عملية التحميل في ثواني، وهيديني اللينك، هذا اللينك اللي هو ده http://upmedia1fire.com، اللينك اللي هو تقوم بنسخه، اعمل عليه تحديد، اعمل كوبي، واقوم بتوزيعه على اصدقائي في تويتر، في الفيسبوك، في المنتديات، باي طريقه ايا كانت، اي صديق هيقوم بالضغط عليه لتحميل هذا الملف هتاخد عليه سنت او ربع سنت او نص سنت، وفي النهايه بيتجمع لما يتم هذا الموضوع. طيب كيف يتم اساسا الاشتراك في هذا الموقع للاستفاده منه، بعد ان شهدنا بعيوننا ان هذه العمليه عمليه حقيقيه، وان الربح مؤكد؟ انا هعمل خروج، هعمل لوج اوت على هذا النحو. بعد ما عملت لوج اوت هنشوف كده الخطوات. المفترض انك هتضغط على الرابط اللي اسفل هذا الفيديو، ثم من خلال هذا الرابط هتضغط على ساين اب، وبعد الضغط على ساين اب هتقوم بادخال اليوزر نيم، الاسم اللي هو هيندهولك، انا هسمي مثلا اسد مصر مثلا باللغه الانجليزيه، ثم هتكتب الايميل، انا هكتب اي ايميل، بس المفترض انك هتكتب الايميل الصحيح الخاص بيك، على اساس ان هيتم التحميل من خلاله، ده ايميل انا ما بستخدموش يا شباب. وبعدين تكتب الباسورد اللي هتدخل من خلاله، ثم بعد ذلك بعد ما قمت بكتابة اليوزر نيم هتكتب الايميل الفعلي ثم الباسورد، ثم تقوم بتكرار هذا الباسورد، وبعدين تحدد طريقة الدفع لو انت عايز، لو انت جاهز، لو انت مش جاهز، دي الطريقة دي اختيارية. ثم بعد ذلك في هنا هو سؤال، هتضغط على ريفيل ديت على اساس انه ينزل لك جملة تقوم بكتابتها، ننتظر، هتبدأ تظهر الجملة في خانة اليور انسر، ننتظر، ظهرت اهي بليز انتر، هتبدأ تدخل هذه الجملة وتتقيد باللغة الإنجليزية الحروف الكابيتال والسمول، وبعد ما قمت بالكتابة تضغط على ريتيرن تو باك بيجز، ثم بعد ذلك تقول له سبميت. بناء على صحة هذه البيانات هيتم إرسال إيميل بالنسبة لك للتفعيل، ومن خلاله هتقوم ب الضغط لتفعيل هذا الحساب. احيانا في الاصدارات الحديثه اللي احنا موجودين عليها مباشره بيتم انشاءه مباشره، وبيسمح لك انك تقوم بانشاء ملف او عرض الحساب الخاص بيك على هذا النحو، اصبح هذا هو الحساب الخاص بيك، اذا هو قام بانشاء الحساب مباشره، ولكن هناك رساله تفعيل سوف تصلك لزياده التاكيد والاستفاده منها. اصبحت الان جاهز للانطلاق لتحميل الملفات والربح من خلالها. ناخد بالنا ان الاكونت بالانس بتاعك صفر، وما زالت اليوز سبيس المساحه المخصصه ليك الى الان صفر من 250 جيجا. اتمنى اكون وفقت في شرح هذه المهاره الخاصه، تقبلوا تحياتي وانتظروني في العديد من الشروحات المتخصصه والحقيقيه والمؤقته في الربح من الانترنت من خلال
رفع الملفات أو من خلال اختصارات المواقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.